مدخلة اصلا كان بطبيعة الحال في الندوة المتعلقة بالتسامح وكيفية محاربة الإرهاب ومحاربة التعصب والكراهية الى اخره. حاولت من خلال النموذج المغربي وايضا الدور التي تقوم به إمارة المؤمنين والدور التي تقوم به الدولة المغربية والقوى الحية من اجل بالفعل ان تكون هناك يعني مساحات للتعايش ويكون هناك اعتزاز بأرض التسامح اللي مثلها المغرب باستمرار. وطبعا الحال كان لابد ان يستمع الاشتراكيون الاشتراكيون الديمقراطيون البرلمانيون عن لدفاعنا على ضرورة التشريع في تغيير العقليات وفي تحسين المكتسبات وفي ايضا خلق مكان ديال المتابعة الى اخره. انا اعتقد انه هذه المقاربة ديال المغرب يجب ان تعمم كثيرا وان تعرف كثيرا لانها كتعطي النموذج على انه يمكن لبلاد وشعب من قارة افريقيا والدائرة العربية الاسلامية ان تعطي النموذج بالفعل في وانجاح مسألة التسامح وان تكون الدولة قائدة لهذا المجهود وان تعتمد بالفعل حتى على سجلاتها القديمة سجلاتها الامبراطورية وسجلات امارة المؤمنين من اجل بالفعل تطوير وتطوير التاريخ وعقلانته.